واصل أصحاب المطاعم والمؤسسات السياحية تحركهم ضد قانون منع التدخين رقم 174 على 2011 وتظاهروا مع الآلاف من موظفيهم في منطقة سوديكو، مما سبب زحمة سير خانقة عند مداخل بيروت، وحملوا نعشا أبيضا دفنت فيه السياحة اللبنانية على حد تعبيرهم. ما بدنا نحن نقول عم نلغي القانون، نحن بدنا تعديله، تعديل بيشمل يمكن 2% من القانون بس بحافظ على الوقت الاقتصادي والسياحي بلبنان. نحن هون منعوا مثلا ناس عاملين مستثمرين بسيجار لاونج حاطين ملايين الدولارات، بيجي من نهار لتاني بيقول له خلاص ممنوع تبيع سيجار، شو ببيع بطيخ؟ القرار قرار تعسفي، قرار جائر، قرار ديكتاتوري همياني، وبالتالي هذا التحرك اللي قمنا فيه هو جزء بسيط من كل من التحركات اللي بدنا نقوم فيها بالمستقبل. نحن منطالب انه بس بتجميد القرار ريس ما يتم تعديله. موظفو المطاعم والمقاهي رفعوا بدورهم أصواتهم عاليا ضد هذا القانون لأنه تسبب بخسارة المئات منهم لوظائفهم. أنا موظفة وعم عايش عائلتي من وراء هالمطاعم، يأمنوا لنا شي محل بديل، أمنوا لنا شي محله. نحن جايين تنقول لأ لقانون منع التدخين، لأنه صراحة نحن عاد بكرة بلا شغل إذا ضلينا هيك. عليه 45 ألف دولار حق شقة، مين بده يدفع لي إياها؟ بيجي حضرته الوزير بيدفعها؟ نقيب أصحاب المطاعم والمؤسسات السياحية بول عريس اعتبر أن هذا القانون أتى بالتوقيت الخاطئ ليكمل تدمير ما تبقى من القطاع السياحي بعدما قاطع السياح العرب لبنان بسبب الأوضاع الأمنية فيه. ما كان وقته هيدا القانون، لا أبدا ما كان وقته. الوضع السياحي بلش يتردى ابتداء من 2011 وال2012 انعدم نهائيا، لا عاد في عياد، لا عاد في مواسم، ولا عاد في شيء، وإجا هيدا القانون تزيد الزيت على النار. ما كان وقته، وقت اللي ما بكون عندنا سواح، وقت اللي اللبنانيين المغتربين ما عم بيجوا، وقت اللي كل السوق السياحي القائم على اللبناني بنيجي بنقول له اللبناني اقعد دخن ارجيل ببيتك. نحن مع قانون منع التدخين من اول يوم دعمناه، ولكن قلنا لحضرات المشرعين انه هذا القانون رح يكون مشحف اذا مرقتوه تام وشامل. إذن لا سياحة في لبنان وواقع اقتصادي في حالة الموت السريري، وأصحاب المطاعم والمؤسسات السياحية مصرون على تجميد العمل بقانون منع التدخين حتى تعديله في مجلس النواب، وإلا التصعيد من جديد بعد 15 يوما من اليوم.